centro italo-arabo المركز صداكا الإيطالي العربي منذ بداية الأزمة وهو يراقب ما يجري في سوريا. نحن منذ البداية نعتقد أن الأزمة في سوريا هي أزمة تبدأ من الغير أزمة غير عادلة. نحن نعتقد أن الشعب السوري يحق له أن يقول كلمته بشكل ديمقراطي، ولا يقوم أي أحد بإجباره على القول ما يريد والحفاظ على علمانيته. نستطيع أن نقول أن في سوريا تقوم الآن حرب عالمية، لأن الحروب في هذه الأيام هي حروب مصالح. نشاهد ظهور قوى جديدة في العالم، وسوريا أصبحت ضحية لظهور هذه القوى الجديدة العالمية. نحن أتينا إلى هنا لنشاهد بأم أعيننا. Grazie all'invito di Maria Said. الشكر للسيدة سعد. Per poter portare in Italia una testimonianza di quello che sta accadendo. لنكون شاهدين على ما يجري في سوريا. أنتقل للسيد ريموندو، بوجودكم اليوم في سوريا، لو تحدثنا عن الجولة التي قمتم بها، عن الشخصيات التي التقيتم بها، ما هي الفكرة التي تكونت لديكم من خلال هذه اللقاءات؟ قمنا بعمل لقاءات مهمة مع رجال الدين المسيحيين وبعض الأساقفة الذين أتوا من حمص. ذهبنا أيضا إلى معلولة وقمنا بلقاء رئيس الدير القديسة تقلى. من خلال هذه اللقاءات استطعنا أن نأخذ فكرة عن قلق المسيحيين في سوريا، كونهم لا يريدون أن يضطروا لترك البلاد. أيضا التقينا رئيس مجلس الشعب السوري، وأيضا التقينا بلقاء مهم مع سيادة الرئيس بشار الأسد الذي استخلصناه من خلال لقائنا مع السيد الرئيس بشار الأسد رغبته الثابتة بالحصول الوصول إلى استقرار في هذا البلد. Stando dalla parte del popolo. بوقوفه مع جانب الشعب السوري. التقينا أيضا البارحة مع بعض السجناء الإرهابيين الذي تم اعتقالهم. تحدثنا معهم عن الأسباب التي دفعتهم إلى عمل ذلك. فهمنا أنه ليست هناك دوافع سياسية لعملهم ذلك. الذي يدفعهم إلى ذلك هو تطرف ديني لا أكثر. هذا يدل أن هناك في تورط بتطرف ديني يأتي من الخارج، ولدت من تأثير خارجي غير مرئي، بشكل خاص من قبل الإعلام الخليجي الذي يبث رسائل سلبية ويحرضون الكثير من الأشخاص، يحرضهم على القيام بأعمال عدوانية ضد الأشخاص الذين لا يفكرون مثلهم. وبشكل خاص قمنا بالسير والمشي في شوارع دمشق. وبشكل خاص الطريق الذي يأتي من لبنان إلى سوريا، ومن خلال رؤيتنا للطرقات حاولنا أن نأخذ فكرة عامة عما يجري في سوريا. إذن أمام حرب التشويه والتلفيق والكذب والتحريض التي تمارس يوميا على سوريا من الإعلام المعادي على سوريا، إن صح التعبير، من المشروع الصهيوني الوهابي الذي يحاولون نشره في سوريا باسم ما يسمى بين قوسين بالربيع العربي، هل وصلت الصورة كما هي فعلا لكم؟ abbiamo capito che tanti ragazzi abbiamo visto giovani molti giovani لقد فهمنا شيء ان هناك الشباب من اليافعين من العمر dall'integralismo religioso
يدفعهم إلى القيام بالقيام بأعمال رجعية وأعمال سلفية ليست بطبيعتهم. البارحة عندما نظرنا في أعين أحد هؤلاء وهو كان يدرس الطب شعرنا بصعوبة وضعه وندمه على هذا الأمر عندما فهم أنه قد أذى وساهم في قتل ناس بريئين. Per concludere, io penso che alcuni media الخلاصة هناك بعض وسائل الإعلام ليسوا في خدمة الشعب ولكن في خدمة بعض المصالح. في سوريا هناك لعبة مصالح اقتصادية. اللقاء اللي تم مع رجالات الدين يعني أحس أنه في سوريا هناك تعايش ديني غير موجود في بقية البلدان والتعايش الذي كائن أو ما زال في سوريا بين جميع الأطياف المذاهب الدينية موجود منذ آلاف السنين. الشيء الرائع الذي نراه في سوريا أنه تم بناء دولة على أساس وطني أساس الوطنية بالرغم من كل إنسان يؤمن بمذهبه بدينه. والذي رأيناه من خلال لقائنا مع السيد الرئيس بشار الأسد أن سوريا وعلمانية سوريا هو شيء يجب أن ندافع عنه. رجال الدين حيث نحن التقينا بشكل خاص رجال دين مسيحيين يريدون يطلبون من المجتمع الأوروبي الدفاع عن المسيحيين الموجودين بطريقة أكبر وأوضح عن المسيحيين الموجودين في سوريا. الرسالة التي ستعود بها إلى إيطاليا من خلال يعني هذه إن صح التعبير هذه الدعوة لحماية بين قوسين صح التعبير الأقليات في سوريا كيف ستنقلها إلى إيطاليا؟ Io rimango convinto di una cosa che ho imparato in questi giorni qua in Siria. أنا اقتنعت من شيء تعلمته في هذه الأيام من خلال وجودي في سوريا. Che in Siria non esistono le minoranze. أنه في سوريا لا توجد أقليات. Il popolo siriano è uno soltanto. الشعب السوري هو شعب واحد. E non c'è bisogno. أنه لا يجب أن نحمي الأقليات، يجب أن نحمي كل الشعب السوري. Se vincono gli integralisti, إذا انتصروا المتطرفين il Medio Oriente rischia un'implosione. الشرق الأوسط يكون في خطر الانفجار. Oggi governano l'Egitto, la Tunisia, il Marocco. الآن المتطرفين يحتلون يسيطرون على مصر المغرب. Nei paesi del Golfo non esiste nessuna libertà e non esiste una costituzione. وفي البلاد الخليج العربي لا توجد لا حريات ولا دستور. La Turchia ha una vertenza aperta وتركيا con i Kurdi فتحت حرب مفتوحة مع الأكراد ولا تستطيع أن تحل هذه المشكلة. سوريا لديها الموقف الوضع الاستقرار مفتاح الاستقرار. السيد الرئيس اليوم قال أن سوريا هي أساس عارضة في الشرق الأوسط وهذا صحيح. موندو قمتم بزيارة المنظمات الأهلية في سوريا، ما هي الصورة التي تكونت لديكم بزيارتكم لهذه المنظمات الأهلية؟ Siamo stati a Malula, siamo stati nella chiesa di Santa Tecla. قمنا من خلال زيارتنا إلى معلولة برؤية الأيتام في الدير مارساكيس ولاحظنا وجود التعايش في هذا الدير. كما أيضا سنحت لنا الفرصة أن نزور أسواق دمشق وشوارع دمشق التحدث مع بعض الأشخاص والتجار
La percezione vera che استخلصنا من خلال لقاءاتنا معهم وحديثنا معهم الرغبة بالاستقرار والأمن. Poi le scelte verranno dopo, le scelte politiche verranno dopo. أما الاختيار السياسي يقولون يأتي لاحقا. نحن نريد قبلا الأمن والاستقرار. Nessuna delle persone, anche la più umile, ولاحقا نتكلم بالاستقرار السياسي والشعب السوري هو من يقرر من يحكمه. Colloqui che abbiamo avuto con الثقافات هي اللي شفناها يعني فقط سنحت لنا الفرصة أن نشوفها مع المعتقلين اللي شفناهم البارحة. Alcuni di loro ci sembravano pentiti. بعضهم بدوا لي أنهم نادمين. Non abbiamo avuto una la possibilità di interloquire in altro modo con queste persone. لم تسنح لنا الفرصة بلقاء آخرين. ما قصدته تحديدا ردة فعل أفراد الشعب السوري على هذه الثقافات الدخيلة على المجتمع. Lei intende la reazione del popolo siriano su questo nuovo pensiero integralista. Io sono convinto che il popolo siriano, أنا أظن أن معظم الشعب السوري بأطيافه كلها لا يوافق لا يشارك على هذه الأفكار المتطرفة. Di carattere economico, sacche di povertà. إذا هناك مشاكل اقتصادية وفقر. Il governo dovrà fare على الحكومة أن تقوم بمجهود أكبر للقضاء على هذا الفقر. وهذه الأفكار المتطرفة combattendo anche وعلى عليهم القيام بالقضاء على هذه الأفكار وفتح مجال لوجود أفكار متحررة أكثر. السؤال الأخير للسيد ريموندو، عندما ستعود إلى إيطاليا وأنت عايشت الواقع الحقيقي وتلمسته هنا في سوريا، ولا بد لك وأن سمعت قبل أن تأتي إلى سوريا عن صورة مختلفة تماما عن هذا الواقع، أود أن أعرف ما الذي ستحمله من سوريا إلى إيطاليا؟ خلال السنة ونصف من تاريخ الأزمة كان لنا وسائل إعلام خاصة ومعلومات تقريبا واضحة عن ما يحصل في سوريا. منذ بداية الأزمة أخذنا قرار واضح أن نقف مع الاستقرار في سوريا. Quella fase eravamo soli. وفي هذا كنا لوحدنا. Piano piano anche in Italia stanno ومع الوقت أخذ الآخرون في إيطاليا مع منحى تفكيرنا الحالي. Molti giornalisti stanno venendo in Siria. الكثير من الصحفيين أخذوا يأتون إلى سوريا. Stanno testimoniando la realtà così com'è. وأخذوا يشهدون للحقيقة كما هي. Questo aiuta adesso anche il nostro lavoro quando noi rientreremo domani. هذا سيساعد في عملنا عندما نعود إلى إيطاليا. Perché oltre a portare testimonianze مع الذي نأخذه من شهود ووثائق إلى إيطاليا. بالإضافة إلى ذلك ممكن أن يحرض هذا زملائنا الصحفيين أن يأتوا إلى سوريا وعندما نرسلهم يعرفون أن لهم نقاط تواصل ذات ثقة مثل ماريا وهذا يسمح لهم أن يروا الحقيقة كما هي ويرسلوها كما هي إلى إيطاليا. قبل أن أنتقل أيضا بسؤال الأخير إلى السيدة ماريا، أود أن أعرف رأيك عن قيام شركة عرب سات ونايل سات بحجب القنوات الفضائية السورية في إشارة إلى يعني منع التغطية الإعلامية الحقيقية للأحداث في سوريا، كيف وجدتوه؟ إغلاق هذه الأقنية عن طريق القمر الصناعي نايل سات هو شيء خطير، لأنه سوف يروا فقط صوت ويسمع صوت واحد. أن أزمة سورية تمثل فقط الآن من قبل الجزيرة والعربية.
C'erano le televisioni siriane بوجود الأقنية السورية كنا على الأقل نرى وجها آخر للحقيقة. Quello che è stato fatto in termini, consentitemi, calcistici, perché in Italia abbiamo molto calcio. إذا بتسمحي لي أن أتحدث بطريقة تعابير رياضية كما تعرفين أن في إيطاليا كرة القدم una sola squadra in campo. يعني فقط يوجد فريق واحد في الملعب والباقيين هم في المشالح يستعدون. أشكرك السيدة ماريا سعادة عضو مجلس الشعب السوري، أهلا ومرحبا بك. أهلا بك وشكرا وأهلا ومرحبا بك من جديد. السيد ريموندو سيكافوني الأمين العام للمركز العربي الإيطالي، أهلا ومرحبا بك من جديد. كل الشكر لكم مشاهدينا على متابعتكم لنا هذا